هتخرج تروح فين يا حاج؟ ما انت سبق سالتي وقلت لك رايح مشوار. ايوه عايز افهم مشوار فين؟ الله وانت مالك انت؟ وانا مالي؟ هو انا طيشه ولا ايه؟ طب ما انتش خارج يا سيد. ما اناش خارج؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ انت فاهمه يعني ايه مالاش خارج؟ غور مخلاتي. ده ايه ده؟ انا لما بعمل مشوار هبقى اكلمك في التليفون. بالسلامه والالف تعيلك، ما تقطعش الجوابات وسلم لي على الظروف يا حاج. ايه النيله دي؟ انت قافله الباب بالمفتاح ولا ايه؟ ما قفلتش حاجه. امال فين المفتاح؟ هاتي مفتاح. ما بسلفش حد حاجه. بقول لك ايه تسلفي ايه؟ انا خلاص مش طايق نفسي، بقى سخنه هطلع عينك. علي يا حاج، ولا تطلع عيني ولا تطلع عينك، المفتاح اهو. حاجه تقرف. ماشي يا سيد، اما لففتك حوالين نفسك مبقاش انا دلاه.